موقف الأردن بالنسبة للضفة الغربية ما راح يتغير، ونحن كنا واضحين جدا للإسرائيليين والأمريكان بهذا الاتجاه، وراح نشوف شو راح يصير هالأسابيع. تعاون التنسيق بين عدد من الدول العربية والأوروبية حتى كمان إحنا الفلسطينيين، في تعاون التنسيق مع العرب على القضية الفلسطينية، وكمان برد أذكر العلاقة القوية بينه وبين مصر، وكل شكر أيضا لأخوي محمد بن زايد اللي بدأ قبل كم أسبوع بتحرك بواشنطن ورسائل من سفيره بواشنطن ومن الخارجية ببلده. بلاس قناة فلسطين الرقمية.